اكتب عندك وركز معايا. فرمان بعودة أحمد ياسر ريان إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل، وذلك بعدما خضع المعارون إلى تحليل محلل الأداء، وتم الاستقرار على عودة أحمد ياسر ريان. أحمد ياسر ريان يعود إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل. أما فيما يخص محمود عبد المنعم كهربا، هناك اختلاف بين المسؤولين في النادي الأهلي على الإيقاف، هل تدفع ويرتفع الإيقاف يلغى الإيقاف، ولا تدفع ويستمر الإيقاف لمدة 6 أشهر؟ في وجهة نظر زهرة بتقول إن الإيقاف هيستمر 6 أشهر، إلا إذا لو أنت بقى، وفي وجهة نظر تانية قال لك نقدم استئناف بعد ما ندفع الفلوس ل 2 مليون و400 ألف دولار لنادي الزمالك أو للمحكمة الرياضية أو للفيفا أو أي مكان اللي هيدفعهم فين، يبقى يتلغي الإيقاف لو هم دفعوا. ففي إشكالية قانونية في هذا الأمر هيتم بحثها، لكن وجهة النظر الغالبة أن موقفه القانوني إيقاف 6 شهور كاملة، ودي صدمة للمسؤولين في النادي الأهلي ظهرت خلال الساعات الماضية لما بيبحثوا مين، عشان كده ربما أسرعوا بالتعاقد مع نجم المنتخب الوطني ونجم نادي فيوتشر والزمالك وإنبي والمنتخبات الوطنية السابقة أحمد رفعت المتألق المبدع في الجهة اليسرى. فكهربا غالبا هيستبعد إلى حين الإيقاف، يعني مش لو دفع يقدر يرتفع الإيقاف، ده بيبحثوه ويسألوا فيه. لو هيدفع ويرتفع الإيقاف الأهلي هيدفع، واللاعب هيدفع نصيبه والأهلي هيدفع نصيبه، وهيدعموه ويسندوه من خارج خزينة النادي الأهلي غالبا وبنسبة كبيرة. في النادي الأهلي أيضا يتحدثون عن نادي أنقرة جوجو التركي اللي طلب بيرسيتاو إعارة وعلى أن يكون بنية البيع مقابل 400 ألف دولار، والإعارة ونية البيع مقابل 1,300,000 يورو أو 1.5 مليون دولار. الأهلي عاوز يرفعها ل 2 مليون دولار، يعني لو هتشتريه بصفة نهائية يبقى 2 مليون دولار، ولأنك أنت عملت كده مع بادجي في إميان الفرنسي، وإحنا جايبين ده من الدوري الإنجليزي، منه لله اللي لبسنا فيه، منه لله. فالنادي الاهلي بيحاول يرفع العرض ل 2 مليون دولار عشان يبقى جاب يعني يكيد ويروح اعاره ب 400 الف يورو او نص مليون دولار، ماشي. فالاهلي لا يمانع ولكنه بيتحفظ على المبلغ، والايام القادمه سيكون فيها مفاوضات حاسمه في هذا الاطار. امر الاخر بدري بنون، بدري بنون الذي لا يشارك في المباريات ومقموص وعاوز يمشي وعاجبه العرض بتاع نادي قطر القطري 1.5 مليون دولار، عمال يضغط على النادي الاهلي للرحيل، وكان الاتفاق 2.5 مليون دولار و500 الف دولار حواف، دلوقتي رفعوا بتوع قطر القطر رفعهم ل 2 مليون دولار، وبدري بنون انا ندفع 200 الف دولار عشان الصفقه تمشي. الاهلي لازال يتمسك بالحصول على ما تم الاتفاق عليه وهو 2.5 مليون دولار، والاهلي يحتاج الى بدري بنون، لكن قرار الرحيل هو قرار بدري بنون وليس قرار النادي الاهلي، ولذا يضغط بكل الاشكال للرحيل خلال الساعات القليله المقبله عشان يبدا فتره الاعداد مع نادي قطر القطر. وكيل بدري بنون او اللي جاب العرض لبدري بنون هو حازم فتوح وكيل اللاعبين اللي كان جايب كارتيرون للزمالك، وايضا اللي كان جايب العرض بتاع اشرف بن شرقي في قطر القطر. طيب من الاخبار ايضا في اطار الصفقات والانتقالات ان محمود وحيد جاي له عرضين، واحد من فيوتشر الوزير الايس، واحد من طلائع الجيش، بيفاضل بين الاثنين يشوف يروح فين. انا انصحه انه يروح فيوتشر، لان في فيوتشر فرقه تلعب في الكونفدراليه وعنده خبرات، وبالتوفيق باذن الله تعالى، لان هو عارف ان هو خلاص اصبح خارج حسابات النادي الاهلي. طيب لاعب اخر على طاوله النادي الاهلي مرشح من احد وكلاء اللاعبين ويتم بحثه او تم احاله اوراقه الى الاستاذ محلل الاداء لبحثه، وهو نجم منتخب تونس فراس بالعربي اللي بيلعب في نادي عجمان الاماراتي، ونجم منتخب تونس وسجل السنه دي مع نادي عجمان 12 هدف وعمل 8 اسيست، صانع العاب بيقولوا عليه داهيه ومكسب كبير، 26 سنه، مواليد 27 مايو 96، لكن على الترانسفير ماركت قيمته الماليه 3 مليون يورو على الترانسفير ماركت. يعني لما عرفت ان ده مترشح قلت يا اسطوره خش على الترانسفير ماركت شوف تقييمه كام، لقيته 3 مليون يورو.
فهل نادي عجمان يعني هيتمسك بهذا الرقم الخيالي، ولا ممكن يبقى فيها يعني يتهاودوا مع النادي الاهلي شويه بحيث تبقى الدنيا تمشي؟ لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين.